عندنا 3 وحدات بتنجان رومي مقطعينهم شرايح، واول حاجه علشان يبقى حلو انها ما تبقاش شرايح رفيعه قوي، تبقى شرايح متوسطه عشان يمسك نفسه في القلي. عندي كمان 6 فصوص ثوم صحيح، واتنين فلفل رومي ارباع، 1 فلفل احمر حامي هستبعده طبعا لو انا ملياش في الاكل الحامي، وعندي كمان 1/2 كوباية كزبره مفرومه، ونص كوبايه عصير ليمون، دقيق، وربع كوبايه خل، وزيت زيتون، ومعلقتين صغيرين كمون، ومعلقتين صغيرين كزبره ناشفه، وملح وفلفل اسود. دي التركيبه اللي هتطلع لي بتنجان مقلي بالخلطه، عظيم وايه ويستاهل بقكم. ايه رايك هنا الكبه؟ هحط فيها خلطه البتنجان الرهيبه اللي احنا قلناها، اللي هي فلفل رومي وفلفل حامي وتوم، توابل كمون وكزبرة، خل، عصير ليمون، خضرة. ما تحطوش الزيت دلوقتي، هقول لكم ليه، لان لو حطينا الزيت دلوقتي هيدخل جواه هواء، هيحصله عملية استحلاب، هيتحول لدريسنج كريمي، وانا مش عايزاه كده، انا عايزاه يفضل زيت خفيف لامع شفاف، ده اللي هيخلي الوصفة مظبوطة. طيب سؤال، انا قلت على هقول لكم تركات، ايه بقى التركات؟ مبدئيا ان الخلطة دي تتعمل بطعم صح، يبقى الطعم مظبوط، المقادير اللي احنا قايلينها هتدي طعم صح جدا. الحاجة التانية اللي البتنجان يتقلي حلو، البتنجان يتقلي حلو يعني ايه؟ بلاش البتنجان الرفيع قوي اللي اجي امسكه بالشوكة لقيت قطع 100 حتة، ده انا عايزة اضمن ان انا عندي شوية لحم يشربوا التتبيلة، وعايزة اشوف اللون الذهبي الوهمي ده. طب اللون الوهمي الذهبي ده حصل ازاي؟ حصل بان انا لما قطعت الدقيق وجيت اقليه عفرته بالدقيق. طيب تعفيرة الدقيق لازمتها ايه؟ لازمة تعفيرة الدقيق دي اولا ان هي هتديني اللون الوهمي اللي انتوا شايفينه ده، هتخلي البتنجان متماسك في القلي ما يتهريش، هتعمل بقى حاجة تالتة مهمة جدا، ان هتخلي البتنجان ما يشربش زيت. فارجوكوا اعملوا اللي انا بقولكوا عليه ده وهتشوفوا النتيجة. يلا بينا نضرب. انا نسيت الصراحه حاجه مهمه جدا، نسيت الملح والفلفل الاسود، فهحطهم دلوقتي. والملح ليه فايده مهمه جدا وظريفه في الحاجات اللي زي كده اللي فيها الخلطات اللي فيها خضار، انه بيشد ميه الخضار، وانا عايزه ده يحصل، انا عايزه ميه الخضار دي تتبل لي البتنجان، فافضل جدا ان هي تتشد وتطلع، هتديني نتيجه احسن بكتير. يلا بس كده جهزت وبقت زي الفل. اول حاجة هعملها الغطا ده، هنزل كل اللي عليه، بس ممتاز. وهجيب طبق كده لطيف، انا عمالة اشاور عقلي في الطبق، انهي طبق؟ يلا ده حلو، ونرص البتنجان ده في الطبق. انا هرص صف واحد، لو لقيت يكفيني صف تاني هعمل كده، بس اتأكد الاول يكفي، يبقى زق دول كده وابدأ ارص الصف التاني. طبعا مش معنى ان انا عامله حاجه بسيطه خالص زي سلطه البتنجان دي ان انا ما اديهاش احلى اهتمام في التقديم، بالعكس هي حلاوه الحاجات البسيطه في ان انا يعني اروقها بقى في التقديم واخليها احلى حاجه في الدنيا. عندي هنا بتنجان يعني زايد مش عايزه اضحي بيه الصراحه، محدش يضحي بالحلاوه والجمال ده. بتنجان ده ايه؟ عظيم ومن الحاجات المظلومه برضو، بس كده من المكونات اللي ما بيكسرش استخدامها غير في وصفات معينة.
عندي بقى هنا الخلطة بتاعتي، ينقصها ايه؟ الزيت. هحط لها شوية زيت كده زيتون. عايزة اجيب معلقة اقلب. وانزل كل اللي في الجناب ده. واحنا بنكلم ام مليكة وحوار لكم دلوقتي انا هعمل ايه. انا هاخد الدريسنج ده اغطي بيه البتنجان اللي في الطبق تماما وانا بكلم ام مليكة. يا ام مليكة اهلا وسهلا. الو حبيبتي، ازيك يا ام مليكة؟ الله يسلمك، ازيك يا بنتر؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي. انا بحبك جدا والله، كل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا حبيبتي وبالف صحه وسلامه. تسلمي لي يا رب. ايه؟ تسلمي لي يا رب وانت طيبه وبالف صحه وسلامه. على فكره البرنجان اللي انت عملتيه ده احنا بنعمله عندنا على طول. اه ما هو مصري عادي جدا زي اللي كل الناس بتعمله. في دمياط، في دمياط بالذات بتعمل بطريقه رهيبه. انهي واحد، المخلل ولا المقلي؟ لا المخلل. المخلل بتعملوه كل يوم؟ اه طب لازم يكون على الاكل كل يوم. طب ليه ما بتعملوش مثلا كميه وتسيبوه متخلل وتطلعوا منه؟ لا ما هو مش لما بيتعمل كميه وبفضل على الاكل كل يوم. اه يعني لازم تقدمه منه كل يوم. ايوه بالظبط. هو الصراحه بيفتح النفس وخفيف وجميل ومن المخللات اللي ملحها كمان مش عالي يا حبيبتي، فما فيش مشكله من اكله كل يوم. ربنا يخليكي يا حبيبتي. تسلمي لي يا حبيبتي، اهلا وسهلا بيكي ونورتينا. الخلطة كلها توزعت واعتقد المنظر يتحدث عن نفسه. يا ولاد هنعمل ايه في المنظر ده؟ لا هنعمل فيه ايه؟ انا مش عايزاك تقول لي وهمي، ما انا عايزه اجراءات بالظبط. ايوه ما انا عايزاكم تحضروا نفسكم، يعني الموضوع محتاج يتحضر له. جاهز كده؟ اه عايز شويه عيش والصراحه سلطه الطحينه وهيبقى مش قدم. يلا نمسح طرف الطبق لو اي حاجه وقعت. بس فله.